واقرا آية الكرسي أعظم آية في القرآن. ليه أعظم آية في القرآن؟ أو اقرا سورة الكهف فانطلق. ليه بنقرا سورة الكهف كل يوم جمعة؟ عشان تنطلق للأسبوع الجديد يوم الأجازة. وليه أضاء الله له نورا بين السماء والأرض للي يقرأ سورة الكهف؟ لأنه آمن بالسعة فله نور، نور السعة. إيه رأيكم؟ طب اديني قصص ثانية. يموت النبي صلى الله عليه وسلم فتكون النتيجة في ألم أكتر من كده على الصحابة؟ في ضيق أكتر من كده؟ يعني أنت متخيل إحنا بنحب النبي قد إيه وبيننا وبينه 1400 سنة، تخيل الصحابة لما يموت النبي صلى الله عليه وسلم. ومش كده وبس، وتقوم حروب الردة، كل العرب عايزة تحارب المدينة ويمنعوا الزكاة، ما فيش فلوس. في ضيق أكتر من كده؟ ده منتهى السعة. فيبان إن هو منتهى الضيق اللي حصل، مع إنه منتهى السعة. لولا حروب الردة إن المسلمين انشغلوا فيها، لأنها معركة وجود، حياة أو موت، هنعيش أو هنموت. ده اللي خفف عليهم إن هم كانوا ممكن يكتئبوا لموت النبي صلى الله عليه وسلم. لا، وحاجة حاصلة تانية، هو إمتى اتدرب المسلمين على فتح الشام والعراق وحرب الفرس والروم؟ حروب الردة. لولا حروب الردة ما كانوش اتدربوا، ما كانش يبقى اتفتحت مصر ولا الشام ولا ساعة ولا مساء، ما كنتوش هتطلعوا انتم مسلمين. طب والقادة العظام اللي طلعوا، ما هو بسبب حروب الردة، سعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح والمثنى بن حارثة، ساعة ولا مساء؟ كل ما تراه ضيقا في قدر الله هو وراه ساعة، بس بشرط اوعى تستسلم، تحرك بإحسان إلى قدرك الجديد، فأنت تنتقل من قدر الله إلى قدر الله. أنا بقول الإيمان بقدر الله واليقين في قدر الله مشروب طاقة مش مخدر. حولناه لمخدر وهو مشروب طاقة. يا أخي قوم اتحرك بقى. إنما يضيق عليك القدر ضيقا. لإيه؟ يدفعك دفعا. يا أخي بقى أنت بقيت برطة كده إيه ده؟ كسلان قوي. طب قوم بقى، هتقوم غصب عنك، ها؟ هنضيق عليك، ما أنت ما بتتحركش إلا كده. وانت تقول ايه؟ شفت حصل فيا ايه؟ انا عاجز، ما فيش في ايدي حاجه. في معركه اسمها معركه اليمامه. معركه اليمامه دي في عهد سيدنا ابو بكر الصديق، مات فيها 300 من الصحابه اللي حفظت القران. كل الصحابه اللي حفظوا القران حوالي 500. فلما مات ال 300 دول، في ضيق اكتر من كده؟ منتهى السعه. فجري عمر بن الخطاب لابو بكر الصديق قال له مات 300، فاضل 200 هيموتوا هما كمان، لازم نجمع القران في كتاب واحد قبل ما يموتوا كلهم. لولا معركة اليمامة وموت التلتمية وهم راحوا شهداء عند الله واتجمع القرآن، ساعة ولا مش ساعة؟ الكون مبني على الساعة، قدر الله مبني على الساعة. لازم تكون موقن في كده، وبيدفعك دفعا عشان تنطلق. غير طريقة نظرتك للقدر، مش ضيق. أنت اللي المشكلة عندك، أنت محتاج تزود يقينك بسم الله الواسع عشان تنطلق إلى القدر الجديد. وربنا يغضب عليك لو ما تحركتش. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أخذ من رجل ماله، فاللي اتخذ منه الفلوس أم قايل إيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل ومشي. فقال النبي إن الله يلوم على العجز، ده عجز ده، ولكن احرص على أن تأخذ مالك، فإن لم تستطع فقل عندها حسبي الله ونعم الوكيل. رب اتحرك، اتحرك، اعمل حاجة الأول، ده عجز ده، أنت بتضحك على نفسك. وبعدين مين قالك إنه قدر واحد؟ ده قدر، وننتقل من قدر لقدر 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 لقدر. عمر بن الخطاب داخل الشام، فقالوا له ده في طاعون في الشام، فلف ورجع. فواحد من الصحابة قال له أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. أيوة، نفر من قدر الله إلى قدر الله. مين قالك إنه قدر واحد؟ مين قالك إنه هو بس؟ أنت كل ما تتحرك تنتقل إلى قدر جديد. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل الأدوية ترد قدر الله؟ قال هي من قدر الله، إن أنت عييت من قدر الله، وإنك تاخد الدواء من قدر، وإنك تخف من قدر الله، وإنك تغير الدكتور ده للدكتور. قوم اتحرك، قوم اتحرك، ما تقعدش مكانك تاني. إيمانك بسم الله الواسع يجعلك توقن حق اليقين. إيه؟ أن قدر الله مبني على السعة وليس الضيق. وإنما يضيق عليك القدر ضيقا ليدفعك دفعا إلى قدر جديد أوسع لك، فتحرك بإحسان تحت 100 خط لقدرك الجديد الأوسع. في الآخر كده، من الآخر يعني، القدر محصلة اختياراتك بإحسان. سيدنا موسى وأمه وأخته عملوا كل حاجة بإحسان،
استمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرددناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين، هجرت ورحت لأهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. إيه اللي جاب كلمة قدر؟ القدر الجديد إنك بقيت نبي هو نتيجة اختياراتك اللي بإحسان يا موسى. ثم جئت على قدر يا موسى. اصطنعتك لنفسي. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم في فكرة إنك الحيوية وتشنير الإيدين؟ قدرك حلو يا رب وأنا بحب قدرك وكله خير وأنا مؤمن بسم الله الواسع وهتحرك بكل إحسان. ممكن تقولوا لي بقى أنتوا إيه مشكلتكم؟ ليه اليأس والإحباط؟ فين اليأس؟ ممكن بقى تطمن طول ما أنت بتتحرك بإحسان هتلاقي نفسك بتتنقل من قدر لقدر، وربنا اللي بيحركك، انت مش هتعمل حاجه، بيحركك لان لا فاعل في الكون الا الله، بس انت بتتحرك باحسان. شفت الاحسان خطير قد ايه؟ تتحرك من قدر لقدر لقدر لقدر، تبص تلاقي ربنا فتح ونقلك وحطك وعلاك ورفعك، وانت تقول سبحان الله، هو ربنا عمل فيا كل ده ليه؟ قدر ربنا واسع. عمر ما تقول لي قدر ربنا ده عليا، القدر ده مشروب الطاقه مش الحقنه المخدره. قدر ربنا واسع جدا.